أراد الله بقوم خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله بقوم خيرا أمد لهم في العمر وألهمهم الشكر، إذا أراد الله بقوم خيرا ولا عليهم حلماءهم وقضى بينهم علماؤهم وجعل المال في سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا ولا عليهم سفهاءهم وقضى بينهم جهالهم وجعل المال في بخلائهم.